عن كيفية العناية بالعين والترهلات والإسوداد تحت العين. مشكلتنا اليوم يعني من السيدات كتير كتير اللي بتطلع ما بتلبس نظارة مثلا، كتير ما بتحمي عينها من الشمس، من ممكن الشمس كمان مثلا يصير الكمبيوتر، هالات كتير بنت 8 ساعات 10 ساعات على الكمبيوتر، الأشعة الموجودة في الكمبيوتر لها تأثير، لها تأثير على العين كتير، من التلفونات الموبايلات كتير كتير، حتى الأذن عم تتعب من الموبايلات. التلفونات، بصير عندك طنين عم بأذنك. والعين سبحان رب العالمين هي المبسم الوحيد لوجه الإنسان أو للإنسان، هو اللي بشوف فيها وبضحك فيها وبتغزل فيها وبشوف فيها الطبيعة والجمال اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطانا إياه. ولكن احنا بنقول دائما انه العين لها طرق معينة، ان شاء الله هلأ كمان شوي بنحكي معاكم عن طريقة حماية الترهلات الموجودة تحت العين بإذن الله تعالى. طب مسيو خليل، اكيد في عندكم بالسنتر في اقنعة او في تكنيك، طريقة في معالجة هاي الهالات؟ يعني اكمل مرة مثلا بالاسبوع بتقدم للصبية اقنعة او علاج طريقة؟ ست سنين مثل ما حكينا بالبداية وبحلقاتنا السابقة كتير حكينا يعني عن أسس أو التعليمات الذاتية للزبون. يعني إحنا بنحترم كل زبون بتيجي لعنا، بنكشف على بشرتها، بنشوف البشرة إيش بدها بالضبط من الأقنعة اللي مستعملها. هو الشرط مش القناع اللي مستعمله، الشرط التكنيك والأجهزة العلمية الموجودة لنا في بيوتي سنتر خليل السيد، ومركزنا وحيد في الوطن العربي بناش نقول على مستوى الشرق الأوسط، يعني الحمد لله أنا والفريق اللي عندي عم بشتغل فيه بنقدر نعطي مواصفات علمية كيف إحنا بنقدر نحمي على الوجه. يعني بتجينا سيدة من السيدات بتكون حياتها عمرها 30 سنة مش عاملة تنظيف بشرة أو بيلينج أو شيء، بتلاقيها الاسترتش مارك تعبان عندها وتلاقي بشرتها كاشة وزعلانة هيك. فلما إحنا بنشتغل لها بنقعد شي ساعة ساعة ونص تقريبا أو ساعتين عم نعمل هالعلم اللي تعلمناه ودرسناه وتعبنا لما وصلنا لهالخبرة هاي في هالثلاثين سنة يعني اشتغلنا فيهم، بنقدر بنعمل بطريقة علمية صحيحة كثيرة وبنقدر نعطي شغلنا للزبونة، بناخذ ملفها، اسمها، تليفونها، السليلير تاعها، من ايش مشاكلك، عمرك عملتي بيلينج، عند اي طبيب رحتي، عند اي خبير تجميل، ليش البقع هاي عندك، ليش الشعر هالموجود، ليش الكلف هذا عندك، ما شاء الله عنك، انت صبيه لازم تهتمي بجمالك. فبنقدر نقعد قبل ربع ساعه او ثلث ساعه من بدايه العمل بنقدر نعطيها السيستم الصحيح كيف تعتني في بشرتها، وهالصبيه بتجهزها وبنحط هالاقنعه وهالمسكات وهالبيلينج وهالكريستال، بنقدر نشتغله بطريقه علميه باذن الله تعالى. معنا اتصال. الو، صباح الخير. الو، اهلا وسهلا، تفضلي. مرحبا. حبيبتي، يا اهلين وسهلين فيك. كيفك؟ الحمد لله. لك شو هالحلاوه؟ تسلمي يا رب، كلك ذوق. مين معنا؟ الحمد لله. بدي معلش احكي مع الدكتور، بدي اساله والله في هون شوي تجاعيد وشوي بوجهي. تفضل مسيو خليل، في تجاعيد بوجهي، يعني ينصحني شو اعمل؟ يعني شوي جافه انا. يا ريت تعلي صوتك مدام شوي. بشرتها جافه وعندها تجاعيد بوجهها، شو بتنصحها تعمل مسيو خليل؟ معنا على الهواء انت مدام؟ مدام يعني انت بشرتك جافه كثير شوي، قديش عمرك لو سمحتي؟ انا عمري 55. العمر كله ان شاء الله يا ربي. بالعمر هذا مدام يعني نقول فوق الأربعين، بتعرف ليش بتكون البشرة جافة؟ بفقدان الطمث أو فقدان البيريوت نقول عنها، وهي شغلة مؤكدة علميا. وإحنا بنقول لها في بشرات بسن الخمسين ما شاء الله عنهم تقول عنهم عمرهم 25 سنة، ولكن الستريتش مار طبيعته بعد الأربعين أو الخمسة وثلاثين عم بطل الستريتش مار هيدا وبتنشف البشرة. فأنا بنصحك أختنا الكريمة إذا أنت على الهواء وسمعتني إنه إحنا نشوف بشرتك لكي أحكم عليها وأعطيكي إيش بدك تعتني فيها من البداية. في ستات بالخمسين، والله يا صبايا في ستات عمرهم بالأربعينات وبالخمسين بحياتهم ما اعتنوا في بشرتهم، فبتلاقيها مرة واحدة بيطلع هالاسترتش مارت وبيطلع هالكلف وبيطلع هالنمش وبيطلع هالتجاعيد الموجودة عندها في هالبشرة. فإحنا إن شاء الله بقدرش أشوف يعني بسن الخمسين بتكون مشاكل أخرى أكثر من اللازم، فأنا بتمنى أن أنا أشوفك في مركز خليل السيد وأقدر أني أنا أشوف بشرتك شخصيا وأقدر أعطيكي العناية فيها إن شاء الله. وأهلا وسهلا فيك أختي. أهلا وسهلا فيك حبيبتي. شكرا لكم على البرنامج الحلو كتير،
وشكرا لك يا ست نانسي، شو هالحلاوه هاي. تسلم يا رب، شكرا لك نسرين، شكرا لمشاركتك معنا. ما شاء الله ما شاء الله، شكرا. اهلين اهلين فيك نسرين. والله هيك انا بدي اغار من نسرين، ليش ما بتتغزلوا فيا انا كمان. حابين نذكر بأرقام مسيو خليل تحت الهواء 0795877505 0799629290. ورجعنا مسيو خليل نكمل، خلينا حديثنا عن البشرة. نعم. حابين نحكي اليوم عن بشرة المراهقين والعناية ببشرة المراهق. بنعرف احنا بالفترة هاي بتزيد، بتصير اختلالات بالهرمونات عند المراهق وبتصير البشرة دهنية وفي زيوان وفي حبوب، فكيف بتعالجوها انتم؟ ست نسرين، بتعرفي الصبية بعد ال 14 والشاب بعد ال 15، الشاب كانوا سموه بال 15 صبي، لحد ال 18 سموه رجال، يعني هيك العادات والتقاليد في الوطن العربي نعرفها احنا. والبنت من 12 13 ل 15 عم بيطلع عندها افرازة الهرمونات، بتكون الدورة عندها دورة دموية نقول بالضبط مش مكتملة عندها كأنثى. والشاب في حالة البلوغ وفي حالة المراهقة في ال 15 بكون عنده الافرازات هالموجودة اللي عندنا فيها البشرة. نعم. كثير من هالشباب بهال 15 سنة ومن هالصبايا اللي عمرهم 15 سنة بيعانوا كثير من حب الشباب، وبيطلع لهم إذا كانت البنت حمراء خدودها حمر بتلاقي هالحبوب طالع عليها هيك ومسكينة وبتلعب، وليش أنا هلا في بداية وجهي بداية حياتي والشاب هيدا وين ما في كريم وين ما في صيدلانية عم بروح لها بقولها. احنا بنقول لبنات ال 15 وال 16 او البنات الجيل ال 15 والشباب ال 15 نقول لهم يا ربي الله يخليهم ويحميهم كل صبيه عم تسمعنا، نقول بعد ال 18 بنقدر نشتغل لك هالشغل هذا، لانه الدوره ما بتكون منتظمه عندنا، ما بتكون الدوره الدمويه شغاله وليس الدوره الشهريه بتكون عندنا. والشباب في حاله البلوغ بفكر حاله انه ابو زيد لسه بده يصير هالرجال، بده يدخن بده يقيم بده يحط، فاحنا بعد السن ال 17 او ال 18 بنقدر نشتغل فيها البشره، بتكون كافة أعضاء الجسم متناسقة وكافة النمو الفكري والعقلي نقول وكافة الشغلات الموجودة عندنا بنقدر إحنا نعطيه إياها بطريقة أفضل في مركزنا. وعندنا قسم خاص للرجال ببيوتي سنتر جونيا، وهو السيد محمود السيد من الشباب اللي عندهم خبرة في تكنيك الشباب، وأنا بقدر أساعدهم في أي خدمة على موبايلاتي الشخصية. هلأ نسرين بتذكركم فيهم كمان مرة، وإحنا دائما نستقبل اتصالاتكم ودائما نعطيكم الأفضل والأفضل في العناية في البشر. معنا اتصال. ألو صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. شكل الخط انقطع. مسيو خلينا نرجع نحكي عن بشرة المراهقين، بتعالجوها بالليزر؟ احيانا اذا استخدم الليزر بطريقه صحيحه 100% للمراهقين نقدر نعطيها خفيف جدا وليس في مهي. احنا الليزر شو بدنا نستعمل فيه يا ست نسرين؟ احنا حكينا وان شاء الله دائما بنوعي السادة المشاهدين اللي بتابعونا من شباب ومن صبايا حلوين، بنقولهم انه الليزر له مشتقات كثيره جدا. في احيانا ندخل في عمليه الليزر او عمليه الضوء او نقول اللايت الخفيف ل البشرة، فإحنا في شغلات عم تتغلب معنا اللي هي تقول إنه في أمراض كلف لها الشباب كتير، في بقع داكنة عندهم نقدر نستعمل الأوضاع هيدا. وللبقع اللي بعد حب الشباب مش بيصير في آثار للبقع أو آثار للزيوان، فبتستعمل الليزر لهي البقع؟ عن إذنكم. فاصل وراجعين معكم مع مسيو خليل. عفوا عفوا، لا نكمل الناس فاصل، خلينا نكمل الموضوع. بالنسبة للمراهقين مثل ما حكيت انه الليزر احيانا اذا استعمل بطريقة صحيحة جدا ومئة بالمئة مضمونة بنقدر نعطي احنا الاوضاع اللازمة او العلم الصح له. وفي بعض التصبغات الجلدية اللي بتكون في البشرة وبتكون هذه من الولادة احيانا اثناء الولادة وبكبر الشاب ما بيعتني فيها وهو طفل، فبنقدر احنا نعالج له فيها التصبغات المنقهره فلور بارت اللي بسموها الاطباء، يعني الموجوده عندنا في الجسم هاي تصبغات بنقدر نعطيها بطريقه علميه. اما الحبوب والمشاكل الاخرى فهي لها علاج موجود يختلف عن الليزر، فهمتي علي كيف؟ اما التصبغات الجلديه احيانا بدخل فيها الليزر.
خلينا نوضح فكره لاعزائي المشاهدين، يسعد صباحكم مره اخرى. احنا الحالات اللي بنشوفها هي حالات عدم الاعتناء في البشره، يعني احنا بنشوف في مركز خليل السيد دائما من سواء من شباب او بنات، انه بنقول احنا انه الاعتناء الرسمي لازم الام بالبيت تعتني ببشره بنتها، تقول لها لا ماما بدي اخذك اليوم على خبير التجميل، ماما بدي اخذك على دكتور مشان بشرتك، اللي تتابع الام هذا، لانه في المستقبل يعني بعد سنه سنتين بتلاقي هالطبع وهالكلف تزمن هالشيء. في سبايا طلاب المدارس، نحكي عن سن المراهقه، اللي بيلبسوا حجاب دائما، بتلاقيها الصبح بتطلع من البيت بتطلع لابسه هالحجاب ما شاء الله عنها ورايحه على مدرستها، او نقول شيء الهواء الصبح هذا في تغيير الوقت، فهمتي علي كيف؟ نعم. يعني احيانا بتكون الصبح الصبيه نايمه وبصبح بدها تلبس هالاشارب وهالمديول المدرسي وهالجامعه بدها تروح، فبتغسل مي سخنه كثير وبتطلع راسها على البشره، واحنا هلا في جو البرد وفي جو الشتاء عم بنفح الهواء، فهمتي علي كيف؟ نعم. البشره من سخنه لبارده عم بصير عندنا تفاعل في هالبشره وبصير هالاسمداد وبصير مشاكل هالكلف. والسيدات اللي بيرتدوا حجاب سواء من صبايا او سيدات كبار يعني في سنهم، المنطقه هاي لما بيرتدوا حجاب هاي بتكون مخبيه وهاي بتكون ظاهره للهواء، هذا عند ظهور الهواء هذا بلقطها لقطه، فهمت علي كيف؟ لازم قبل ما تطلع من بيتها لو دخنت وجهها كامله بكريم واقي بعيار كذا كذا كذا، خبير التجميل او الصيدلي او الطبيب بيعطيكي نفس العيار لإلك، بيقدر يعطيكي هالسيستم هالصحيح لإلك وبتحمي بشرتك. الشغلات اللي بنقول عنها ست نسرين دائما احنا العنايه بالبشره، حتى الطفل الصغير مامته يعني الام بتاعته سواء طفل او طفله عم بتحممه، يمكن في ناس بتحمم كل ثلاث ايام او كل يومين او كذا، نعم. احنا بنفضل عند الحمام ترطب جسم الطفل هذا باي كريم مرطب خفيف يكون خالي من اشياء كيميائيه ما فيها كيميكالز كثير، كلها ناتشرال اشياء طبيعيه، ناتشرال طبيعي جدا. نعم. حتى البيبي يعني لما يكون ايديكي انت ناشفين وجبتي كريم حطيتي على ايديكي في الطريقه عم بتحسي ايديكي هيك تحركوا، الهواء دخل فيهم ليونة فيهم شيء، ونفس البشره شفتي قديش الايد بتكون نفس البشره، نفس البشره بصير فاحنا بننصح كمان امهات الاطفال الصبح لما بتطلعوا المدرسه او يا ستي بلاش الصبح قبل ما ينام تدهن له ايديه هيك ووجهه هيك، الصبح بتلاقيه وجهه طري ايدين مش مقشبين وجهه مش مقشب، ما بيحتاج الا بعض الدقائق للسيده الفاضله عند ابنها، يعني بتلاقي ابنها كثير حتى الاستاذ او